والاطلاع اكثر مشاهدينا حول الوضع الصحي في تونس، انضم الينا الان الدكتور رفيق بوجداريه رئيس قسم كورونا باحد مستشفيات تونس واستاذ كليه الطب في تونس. دكتور اهلا وسهلا بك عبر شاشه قناه المملكه. دكتور بدايه اطلعنا على الظروف الوبائيه الحاليه وقدره القطاع الصحي في تونس على الاستمرار باستيعاب الحالات الصحيه التي تعاني من فيروس كورونا هذا اليوم بالتحديد، تفضل. اهلا وسهلا، مساء الخير. هو الحقيقه الوضع الوبائي في تونس هو وضع خطير جدا كما تبينه الارقام التي ذكرتموها، وبطبيعه المتحول دلتا الذي هو الان يعصف بمئات يعني بالاف المرضى ويسبب مئات الوفيات ويسبب كذلك ضغطا كبيرا وشديدا على المنظومه الصحيه وخاصه منها على اقسام الاستعجالي. اليوم المنظومه الصحيه في تونس هي في وضع حرج وفي تحت الضغط الكبير، هي لم تنهار لأن هنالك الآلاف من التونسيين يتلقون العلاج، ولكن في عديد الأماكن المنظومة تم تجاوزها نظرا لعدد المرضى الذين يطلبون العلاج. اليوم الوضع حرج لأننا في حاجة إلى سرة أكسجين يعني أكثر من اللي عندنا، وحرج لأننا في حاجة إلى أكسجين أكثر من اللي عندنا، وحرج لأننا في حاجة إلى حملة تطعيم كما تقولون وتلقيح واسعة يعني التحضير للذود دون يعني وصول موجات أخرى. احنا خايفين من زوز حوايج في تونس، خايفين أولا من انعكاسات احتفالات بعيد الأضحى، نعرفوا اللي هو بعد أسبوع، ونعرفوا للناس تجتمع، وهنا الدولة مطلوبة ب يعني تأطير هذا الاحتفال لكي لا ينجر عنه ذروة جديدة، والتوقعات لمنظمة الصحة العالمية أن الذروة ستكون بعد أسبوعين بعد الاحتفال بعيد الأضحى، وكيف كيف خايفين من نفاذ مخزون الأكسجين. احنا الجزائر قادت مون فينا خاصة في منطقة الوسط والجنوب، ولكن الخوف لا يزال قائما. طيب دكتور، اليوم منظمة الصحة العالمية دعت إلى دعم تونس بكل القدرات الطبية والصحية اللازمة والفنية أيضا اللازمة لمواجهة هذه الجائحة التي تستشري حاليا في تونس. من متابعتك، هل بدأتم بتلقي المساعدات من منظمة الصحة عالميا عربيا إلى غير ذلك؟ شوف، المساعدات العربية للبلدان الصديقة هي منذ يمكن 3 أو 4 أشهر، إن كان على مستوى معدات، وإن كان على مستوى سرة للمرضى، وإن كان على مستوى لقاحات. ولكن اليوم بالذات احنا في تونس حاشتنا بحملة كبيرة للتضامن مع تونس من أجل إعطائها كمية كبيرة من التلقيح. كما ذكرت سيادتك في التقرير، هنالك المملكة العربية السعودية مشكورة، هنالك الإمارات، هنالك قطر، هنالك الجزائر العظيمة، وهنالك في تركيا التي تبرعت أظن ب 50,000. على كل حال، وهنالك العديد من البلدان الصديقة، ولكن اليوم تونس في حاجة إلى تلقيح ما لا يقل على 80% من متساكنيها للحماية. ولكن كذلك نحن في حاجة إلى كل الموارد البشرية والمالية. الموارد البشرية هنالك يعني حملة لمبادرات مواطنية ينخرطون فيها لإعانة المستشفيات، ولكن الدولة اليوم مدعوة لتشغيل أكثر عدد ممكن من الممرضين ومن الأطباء، أو لفتح باب التطوع بطريقة قانونية لتمكين أطباء القطاع الخاص من العمل في القطاع العمومي. هنالك أيضا مبادرات مواطنية لتثبيت مستشفيات ميدانية في العديد من الجهات في تونس للتخفيف على المستشفيات، وهنالك أيضا التبرع بأجهزة الأكسجين المحمولة لتخفيف الحمل على المستشفيات ولمعالجة الناس في منازلهم. ولكن يبقى العنصر الأساسي والكبير هو اللقاح وهو التلقيح الذي تأخرنا فيه كثيرا. تأخرتم فيه لماذا دكتور؟ هذا كان سؤالي. السبب هو ضعف في عمليات التوريد والتزويد وعدد الجرعات في تونس، أم ضعف في عملية التوعية وبالتالي ضعف بالإقبال من قبل التونسيين إلى تلقي اللقاحات؟ لا، هي المشكلة أكثر من هذيك، أكثر من هذا. المشكلة هي مشكلة حوكمة، لأن في الوقت الذي كانت فيه الدول تحضر ملفاتها من أجل شراء التلقيح، كان في تونس هنالك تعاقب 3 أو 4 وزراء على وزارة الصحة، ولم يكن هنالك تحذير في الوقت اللازم لهذه الشراءات. فالأزمة السياسية
ألقت بظلالها على الأزمة الصحية لتعمقها بعد أن كنا في الموجة الأولى يعني في شهر مارس وأفريل 2020 من أنجب النجباء في مقاومة الكورونا. أصبحنا الآن نعيش يعني أرقاما مفزعة منذ الحقيقة 8 أشهر أو 9 أشهر، إلا أن قدوم المتحور دلتا عبر حدودنا البرية هو الذي يعني تسبب في هذه التسونامي، هذا شبه التسونامي التي نعيشه، وهو الذي تسبب في هذه الأرقام المفزعة إن كان على مستوى الإصابات أو إن كان على مستوى الوفيات. الحوكمة هي التي تسببت في هذا، لا هو سبب مالي ولا غيره، هو سبب حوكمة. احنا نشوف بلدان كيفنا كيف المغرب كيف العديد من البلدان في الخليج وغيره تحصلت على لقاحاتها في الوقت اللازم. احنا يعني كنا من آخر من حذر الملفات، وربما كانت الحكومة تعول على مبادرة كوفاكس ولا شراءات الاتحاد الأفريقي التي لا تستوجب لا تكفينا من خلال الحجم. هذاك علاش اليوم لابد من توفير اللقاحات. إن شاء الله أمنياتنا دائما بالشفاء العاجل لكل المصابين بفيروس كورونا في تونس. نشكرك جزيل الشكر دكتور رفيق أبو جدارية رئيس قسم كورونا بأحد مستشفيات تونس وأيضا أستاذ كلية الطب في تونس، شكرا على كل هذه التفاصيل.